شعرك تشوف من المراية ربنا؟ ما عندي مراية في غرفتي. الحمام. الحمام بعيد. أنا ما أروح الجيم، تبيني أروح الحمام؟ ما تروح الحمام. طيب نبدأ. السلام عليكم، أهلين فيكم فيديو جديد. طبعاً اليوم في أكتوبر إحنا 2019 طلع تسريب جديد عن أبل إن جالس تشتغل على شيء ملبوس في الأصبع، يعني ما في غير خاتم. لا زرادية. أوكي. فخبر جديد إن أبل بتنزل جهاز يكون في الأصبع وتقدر تتحكم فيه بأشياء خفيفة من الآيفون من بعيد، مثلاً طلع الإشعارات تتحكم بالآيفون من بعيد، ممكن تصور، مساعد سيري يقول لك يمكن يكون فيه، فبيكون نفس أبل واتش، إنه لازم يكون عندك آيفون لكن ميزات أقل من أبل واتش. ما أتوقع إنه بيكون ميزات فيها يعني ما بموجودة في أبل واتش. أنا أفكر في نفسي يعني حق بيمنت ولا شيء تشتري، إذا بتسوي زي اللي هي بطايقك اللي فيه نفسي تسوي لها سبوف، تسوي لها نسخة إذا ترضى أبل. خلاص أبل بي. أبل بي وغير يعني طرق ثانية. أبل بي ما في طرق ثانية. أبل بي هذا أبل بي. بعض الأيديات الـ NFC في أبل بي. أقول أيديات أنا مثلاً مال اللي هي القطار مال شيء. في موجودة في أبل بي في قصدك في التطبيق. في نفس برنامج الوالت. إيه؟ أنت لجيت تشتري من أبل بي. خلاص هذا هم بطيق كلهم إيه. بطيقك هي وديري تقدر نفس الحركة، لكن كيف راح يعني بتصير في شاشة صغيرة تقدر تحول بين كيف أجل؟ لا تسهل سهل. المشكلة إذا صار عندك كثير من بطاقة ما يدري أي بطاقة تدفعها بها. مثلاً لي آيكيا يعرف آيكيا القطار لأن قطار. قبل بيل يعرف إنك لو ضغط ضغطتين طلعوا لك بطاقة حقينك كلهم، تختار أنت البطاقة وتقدر ما يحتاج تبيع. يعني مثلاً أنا ستيت فارم حق تأمين السيارة هذا البطاقة حقتي هنا، لو وقفتني الشرطة أو شيء بالإنشورنس هذا موجود هنا، بطايق البنوك، بطايق الفنادق، الايكيا فنادق مثل ما قلت لكم كل شيء يكون هنا، ستاربكس شوف الوقت كم السعر عندك كل شيء يطلع من هنا، فكلهم يكون في جهة واحدة، والبنك حقك برضو. لكن هنا ما ادري يعني ايش الحركة اللي بيسوون فيها، لكن يكون فيها يمكن في مكان حق اللمس في الخاتم. طيب اتوقع الشيء الوحيد اللي بيكون فيه الشيء الجديد اللي موجود في الساعة لكن بيكون فيه مثلا مكالمة كذا بس تقربها وتتكلم كذا يكون فيها مايك. ان هي نفس الجوال، انك تمسك الجوال بتحطه باذنك، لكن بدل ما تمسك شيء ما تمسك شيء وتحطه باذنك كذا تجلس تسولف. ما ادري شيء غريب لكن هي نفس وضعيه الجوال بس انك حط ايدك بدون جوال تكلم الشخص. هي ابل جالس تحاول تخليك تقلل استخدامك من الجوال. يعني لو تنتبه انت الكمبيوترات مالتهم نزل الجوال خلاك يقل استخدامك من الكمبيوتر صح؟ ايه. بعدها نزلوا ساعة قللت كثير، قللت استخدامك من والشيء ذا بيصير يعني بير بونز، ما في شيء عظامه، فما في ما تقدر تستخدم فيه شغلات كثير صح، فبيقلل استخدامك من الجوال وبيقلل استخدامك من الساعة أكثر صح. يعني مثلا تهز عشان إشعارات تقدر تختار مثلا تطبيقات معينة ذا شيء طبيعي ايه. طيب ذي الحركة توقع أن هذا الشيء الممتاز أن في يعني الـ A13 قوة الـ A13 ياخذها من الحركة، يعني الشبك مثلا أنا في الجوال حقي الحين شابك عليه بالساعة، شابك عليه بالسماعة، شابك عليه بالإيربودز، يعني الشغل ذو البروسيسنج اللي بيكون وهالأشياء بس كلهم مشبكين بشي بالبلوتوث، بس إن الجهاز حقك قاعد يشتغل يرسل حق ذا ويرسل حق ذا، يعني بياخذ غليل بياخذ ما يدعم إلا جهازين. أنا ما كلمك بس باليو 1 أو قالوا لك أبل في النهاية في نفس كلمة اليو ون أوكي أشخاص كثار يسألون كم مرة نتكلم عنها يو ون، قطعة حطوها أبل في الآيفون 11 برو ماكس. الميزة قطعة ذي لحق الإرسال مسوينها أبل إنه نفس البلوتوث لكن إنه أسرع ونطاق أكثر، فبيحطونها مثلا في الساعة الجديدة، يحطونها في أي شيء جديد عندهم أبل مثل التراكينج تكلمنا عنها قبل برضو يحطونها عشان تقدر تطلع المكان، فإرسال أسرع وبطريقة برينج أعلى. يعني أنا شفت انتبهت على شيء، جلست أتابع مسلسل من قبل استخدمت الأبل تي في شبكت سماعات، يعني إذا شغلت شيء في الأبل تي في تشبك على طول مع السماعة، بس أفتح جوالي الحين ظل مشبوك عليه سماعتي أنا ما فيه بلوتوث 5 ما أقدر أشبك على أكثر من جهاز السوني، شغلت شيء في الجوال فصل من الأبل تي في وقف الأبل تي في اشتغل في الجوال الصوت. طيب هذا من جوالك؟
بلوتوث 5. لا لان انا جوالي شبك على السماعه والسماعه بعد شبكه على الابل تي في. السماعه ما تدعم تشبك جهازين في نفس الوقت. طيب هذا انا عندي شبك. ما اقدر اسويها. طيب ده الحركه منين؟ الحركه من ابل تي في، لانه انا جربت اسوي في اللابتوب والجوال ما تستوي. انا عندي في الاجهزه هذا الحركه، انا عندي يعني مثلا شبك على جهازين، اشبك على ايفون الايباد، جاتي مكالمه احيانا ارد على الايباد خلاص على طول السماعه. لا دي من ابل ما هو من الجوال. فيعني يمكن ابل تحاول تقطع الساعة عشان الخاتم ولا للايربودز، واذا جه شيء تحول له مره ثانيه. لا انت اذا جاتك مكالمه، انا السؤال يعني السماعه حقتي راح تكون شابكه على الخاتم على الساعه، لو جاتي مكالمه بتجي لي الرن من الجوال والسماعه حطها بذني، اذا جوالي في الجيب يقول لي الشخص والرسائل وكل شيء او انه مكالمه، اذا رديت بالخاتم خلاص يشبك على الخاتم واكلم. اي على المكان اللي ترد منه. اي اللي ترد منه يشبك عليه. طبعا اذا كان الرينج من الجوال، يعني الجوال موجود عندك، راح تكون الرد من الجوال عشان ما يتخسر بطاريه من الاجهزه الثانيه. اما اذا كان ابعاد راح يرد عليهم. ننتقل الحين للشيء الثاني، البطاريه. ما في شيء. ما في شيء. تتم يومين بالكثير ثلاث ايام على حسب اللي بيحطون فيها. ابل بتفتح حق المطورين، بيسوون لك شيء ثاني اذا كان فيها مثلا شاشه. انا اللي افكر فيه الشحن كيف؟ ما نحاس. طيب. مغناطيس. مغناطيس نحاس. انا اللي اتوقع من هذا الخيار ان ابل تفتح الشحن العكسي للجوال. يعني تخيل انك لابس الخاتم وماسك الجوال كذا، في ذي اللحظه قاعد يشحن الخاتم الجوال حق جوالك، يشحن الخاتم بالشحن العكسي، لان في الـ 11 برو 11 برو ماكس ندري ان القطعه موجوده، ابل ما برضي تشقلها وفي طلعها على حركه ان في الوسط الايفون في زي المغناطيس. فالخاتم في دقيقة يشحن فل، دقيقتين ما راح يعطيك ذا الفترة. لا وقت استخدامك الجوال هذا شيء طبيعي، انك في اليوم لازم تمسك الجوال، وقت مسكتك الجوال الخاتم قاعد يشحن، ولا راح ياخذ 2% من الجوال يمكن نفسه. انا اتوقع لان انت ما تقدر تستخدم الخاتم بدون الجوال، ما تقدر تسوي شيء كثير في الخاتم اصلا. اي فمسكتك للجوال يشحن الخاتم. اتوقع انا ان اصلا هي مو جايه قريب، فهي اتوقع يمكن باقي لها سنه الى سنتين يمكن ثلاث، يمكن تموت قبل حالها من حال ما يبون يجيبون العيد نفسه الاير باور. اي هم راح يطلعون اذا ما ضبطت. لكن شيء الحركه دي ما فيه ذيك التكنولوجيا، مايك الابل بي فيها نوتيفيكيشنز موجود ساعات، يعني قطعه خلاص الخاتم قصدي خاتم عادي بيباع ب 50 ب 100 دولار، حط عليه براند مال ابل لان براند له قيمه، وابل الحين اعلى براند في العالم، خلا بيكون ب 200 دولار. واذا طلعوه بيسوون مثل ما سووا في الساعه، ينزلون نسخه ذهب من شيء طبيعي، الخاتم لازم ينزل ذهب عشان اذا احد يتقدم الزواج خاتم ابل. فهذه الحركه كلها توقع ان شيء مفيد ولا؟ يمكن شيء مفيد، هو شيء مفيد، هو كل شيء مفيد انك يبعدك تستخدم الجوال عن استخدام الجوال. اوكي لانه انا ما انكر ترى دخلت انا وصدمت، انا اليوم كله استخدم الجوال وانا ذاكر استخدم الجوال، جوالي كله محطوط شغال ما طفي. انا لا، انا الاستخدام للجوال امس لانه ويكند استخدمت 5 ساعات ونص، يعتبر كثير. اول امس 4 ساعات اللي هو يوم الجمعه، بس مو بديك الدرجة بالنسبة لي، يعني قليت بكثير، يعني الأفرج حقي 6 ساعات مانديل 17 ساعة 16 32 17 ساعة ما مرة وصلت. المهم فايش اللي تتوقع في النهاية؟ أنا أشوفها شيء حلو وممتاز، مكالمات حلوة خصوصا تحت ال 100 200 دولار راح تمشي، شيء جديد. طبعا العالم احنا واصلين فيه العالم أو إن الوربل بتطلع بقوة، قبل 4 سنوات أو 5 سنوات لو تنزلها شركة ما راح تنجح، لكن الحين العالم متفتح حق الأشياء الملبوسة كثير. هي مش على أن من ذا الشركة اللي سوت التغنية، هي على أن من ذا الشركة اللي تنزل ذا التغنية في الوقت المناسب. هذه يعني لو بفكر فيها، في شركات كثيرة سوت في ذيك الفترة، في شركات كثيرة سوت أشياء طاحت، لكن في ذا الوقت هذا الوقت المناسب أن تنزلها. مثلا أبل قبل 15 أو قبل أكثر من 20 سنة سوت كاميرا ما نجحت، لو تسوي كاميرا هين ما نجحت سكرتها. لو تسوي كاميرا هين في وقت لو إن تسوي كاميرا الجوال، بس كاميرا جوالها لا بتسوي تغنية كاميرا لازم تصير. لا أنا أقول لك لو إن تأخذ كاميرا مثل الآيفون الحين وتحطها مع المعالج والبروسيسنج للصور تنجح.
وتحط AR الاير بلاي عشان تنقل A. صلعني خلص خلاص وتصير ممتازة. بس تقريبا هذه الأشياء ما في شيء. اد هارت أنا قلت اير بلاي صح الاير دروب اير دروب هارت مونيتور اي لازم 100% انه تصير فيه هارت ولا صارت فيه شاشة صغيرة يطلع لك يمكن للحتى الآن ما شغله في الساعة اللي هي السليب تراكينج. في برامج حق السليب تراكينج بس انه رسمي يعني من قبل اوريدي موجود السليب تراكينج بس انه بيكون شيء رسمي يعني ما ادري انا بالنسبة لي شيء يعني موجود السليب تراكينج في الساعة ما استخدمه لأن انا ما اخلي شيء في ايدي وانا نايم افصل كل شيء انا ما البس شيء حتى لو اني ما يعني افصلها احيانا حتى ما احطها في الشاحن افصلها واحطها جنبي ما اشحن بس انا ما اعرفه بس انه ممكن يصير حلو. اوكي سليب تراك انا قلت لك لو بتنزل بعد كم من سنه ممكن يخلونه ترو وايرلس من حتى الان في شركات كبيره في شركات كثيره سيسكو وغير هذا يستخدمون يجربون الترو وايرلس وتشوف دموات لهم يشغلون قطارات وذيلي بتصير فيه ترو اتوقع انه يحطون فيه اسم نفس الساعه في احتمال كبير يحطون فيه الاسم لان يقول لك نفس اللي هي الدعايه مالتهم تطلع باللي هي بالساعه مالتك تشغل موسيقتك لحد دق عليك اي ف يمكن يخلون فيه سيري واسم وتطلع سيري 100% وتطلع اذا حد قال لك تقول لك من ده هو تقدر تبدل الموسيقى مالتك تقدر على ما بسيري تقول حق يعني سيري تبدل ولا اذا صار فيها شاشه وهي تشبك دايركت في الايربود اذا كان ذا الشيء ف واحنا الحين واحنا اللي هي اذا الحين احنا الاي 13 الاي 14 السنه الجايه اربعه اللي هي مليمتر البروسيس فهو يصير اصغر بهم يسمون لوجيك بورد اصغر عشان يحطونه في ساعه شيء معالج الساعات غير معالج الجوال غير معالج اوكي كل واحد له معالج الخاله ذاك ذيك معالج اس يسمونها او شيء فمعالج الساعات غير ذي المعالج حتى ما راح يحطون اي 13 او اي 12 في خاتم ولا في ساعه نشوف شيء يعني معالج خاص فيها ولا راح يحطون فيها الاشياء بتكون شيء خفيف لكن إذا حطوا فيها الأشياء دي كلها وفيها الشريحة الإسم شيء مفيد أوكي لكن بطارية أعطيك إياها يوم كامل بس تقريبا هذا الإشاعات وهذا اللي طلعت طبعا ما بإشاعات بس هذا الشيء اتضح إن أبل ما أخذ براءة اختراع الحين وما أخذ الشكل حقها وكل شيء مثل ما تشوفون الشكل يعني زي الخاتم يمسك في اليد تقدر تفرط تقدر تستخدمه هو خاتم مع مكان مربع لتاتش فما ادري الاشياء وابل خلاص كنا مال البلاك بيري لكن هل بتنزلها الحين لو نرجع حق ابل واتش قبل 2012 او 2011 طلعت اشاعات من قبل الشركات كلها نزلتها موتورولا نزلت جوجل نزلت وسامسونج نزلت الاشاعه من ابل الشركات كلها سوت الساعات وابل ما سوتها بعدين سوتها ابل فابل تعرفون ان تاخذها على تطبخ على اللو يعني اوكي بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون بفضل دعاكم والسلام عليكم.